سألنا ماجدة عن سبب كل هذا العنف من شريكي العمر، فكان الجواب صادما. كيقول لي ورجي جيبي لي الرجال لقلب الدار باش يجريسيو، فهمتي؟ جيت انا ما تفاهمتش معاه نجيب له الرجال، قلت له لا باغي شي وحده تجيب لك الرجال، انا ماشي داكشي اللي نشرب معاك ونكمي معاك ونجيب لك الرجال تجريسيو من قلب الدار. هي ديك ما تفاهمناش، ضربني حشالي كان حشالي الموس هنا جرحني. جيت دابا في العيد الصغير للمحكمه، فجيت دوزت الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، انا هابطه من عند خالتي انا واختي عندها شي 10 سنين، انا هابطه هو كيشير عليا بالموس، شدني من راسي كيعطيني النيف ديالي وطيحني للارض، كاليت هكا بيديا كيضرب لي النص ديال اليد ديالي، وليت انا تحت الارض كيطير لي صبعاني كاملين. بنفس المكان وبقاعة استماع مركز حقوق الناس بفاس جلست فاطمة تروي تفاصيل قصتها مع الزوج. أكيد أنها ليست أحداث عشق ورومانسية، بل أحداث عنف وشجار على أتفه الأسباب. في رصيد فاطمة ألبوم صور شوه معنى الرباط المقدس الذي كان ثمرته 8 أبناء. 25 عام هذه وأنا عايشة معه، كيضربني على اي حاجه، واش بقى بحال دابا الدراري الا مشاو تعطلوا شي بلاصه كيقول لك علاش ما تصيفطيهمش تقول لهم اجيو دغيا، كاين اللي يضربني. منين نقول له علاش كتضربهم كاين اللي يضربني بالعنف، كيقول لي ما تهضرش معايا على ولادي ماشي شغلك فيا. خلال 8 أشهر من السنه الجاريه استقبل مركز حقوق الناس 2363 امراه معنفه، على راس لائحه انواع العنف الحرمان من النفقه، يليه العنف الجسدي ثم القانوني متبوعا بالاغتصاب، وجاء في اخر اللائحه التحرش الجنسي. مهمه المركز الاستماع والارشاد. عمرنا لهم شكايه وعمرنا لهم استماره اللي عندنا هنايا في المركز. من بعد الاجراءات الاخرى هي اننا حاولنا نشتغلوا مع الخليه ديال العنف اللي المركز هو واحد المؤسس ديالها. الخليه ديال العنف هي في الجهه ديال فاس بولمان، هي ضد العنف ديال النساء، وهذه الخليه هذه فيها هي تحت الاشراف ديال السيد وكيل العام ديال جلاله الملك، وكت هذه الخليه هذه كتكون من الشرطه، من الدراك، من القضاه، والحمد لله هي كتساعد معنا بزاف. جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب يشهد بأن مؤشر أرقام ظاهرة العنف ضد المرأة في ارتفاع ملحوظ. وهذا ما كيعنيش أن تزايد العنف، ولكن هو العنف دائما كاين، والحاجز الصمت يتكسر، وكذلك بعض حالات العنف اللي ما كانتش كنهضروا عليها ولينا كنكتشفوها بحال زينة المحارم مثلا اللي صبحت عندنا حالات كثيره منها، والاعلام كذلك يلعب دور، وزاره التنميه كذلك لعبت دور كبير، وبالتالي النساء ولاو كيقدوا يجوا يشكيوا ويجوا يعبروا على العنف اللي كيتعرضوا له. سالنا المركز ماذا عن القانون الذي يجرم الظاهره؟ لحد الان هذا القانون حنا مازال كننتظروه، لان ما يمكنش نشتغلوا بدون قانون اللي كيجرم العنف، واللي هو قانون خاص بالعنف ضد النساء. هذا العنف مبني على النوع الاجتماعي، ما باغينش نخدموا بالقوانين العنف بصفه عامه اللي هو العنف بين الناس، لان هذا عنف اللي هو فيه انتهاكات خطيره ضد النساء، واللي كيدخل في اطار الانتهاكات ديال المواثيق الدوليه صادق عليها المغرب، وبالتالي فلا بد من اصدار قانون خاص بالعنف، وهذا القانون هو اللي يمكن يعاون باش النساء يتحرروا من هذا العنف. متى يخرج قانون تجريم العنف ضد المرأة من مرحلة التمني إلى مرحلة التفعيل؟ ومتى نتخلص من عبء أرقام تشعر فعلا بالخجل؟